طيب خلينا بقى نروح لبدايتك في الاحتراف، بدايتك في الاحتراف اندرلخت. اندرلخت بعد كده طلعت اعاره، كانت فتره صعبه يا تريزيجيه. جدا يا كابتن اسلام، جدا جدا. ان احترفت اصلا في اول ما طلعت ما كنتش عارف اخد التاشيره اصلا، غبت عن فتره الاعداد، غبت عن اول 3 ماتشات في الدوري. رحت اول ما رحت المدرب قابلني كده قال لي انت شهر اتفرج على ماتشات تدريب بس تتعلم الكوره، انت جاي انت جاي اوروبا كوره غير كوره افريقيا. قلت له اوكي. فجينا قبل عندنا منتخب فنزلنا 10 دقائق، فقال لي ايه ده ايه ده ايه ده، انت هترجع تبقى في الفرقه بعد ال 10 دقائق اللي شافها. بعد 10 دقائق اللي شافها قال لي انت هترجع تلعب. رحت المنتخب، رحت كنا عندنا معسكر في ابو ظبي، اول 5 دقائق في التمرين كتفي اتخلع، عمليه 3 شهور، عملت عمليه في كتفي وكده، خلع كتفي وكده. رجعت طبعا ما فيش مكان، واشتروني. انا كنت رايح اعاره، فكنت خلاص بحضر نفسي ان انا راجع خلاص، راجع النادي خلاص. حتى سعد كان بيصور لي التيشيرت، بجد التيشيرت اتحضر لك خلاص، هترجع تلعب. فلقيتهم في الاخر قالوا لي احنا، لقيت السبور دايركتور اللي هو المدير النادي والناس السكاوت في النادي قالوا لي انت قاعد في النادي. فانا بقول لهم ازاي؟ قالوا لي احنا بنتفرج على كل تمرينه وانت بتتمرن. مالناش دعوه. انت بقى الكلام اللي كنت بتقوله في الاول، مالناش دعوه بالمدرب، انا مش شايف ان حد بيتفرج عليا. والله والله المدرب ده اول سنه انا كنت بتمرن في الجيم، الفرقه كلها بتمشي وانا بتمرن، اجري البس 10 كيلو واجري على التريد ميل، بجمد نفسي عشان عايز العب في المنتخب. يعني خلاص انا ماليش نصيب هنا، خلاص قلت بقى انا مش هلعب هنا. المدرب كان بيبص لي من الازاز ويضحك، اللي هو انت هتاخرك مش هتلعب برضه، كان في حاجه ما اعرفش ايه. فالناس قالوا لي احنا شايفينك كل يوم وانت بتتمرن، شايفينك وانت في الجيم، شايفينك وانت بتعمل ايه في التمرين، احنا مالناش دعوه بالمدرب، المدرب هيمشي وانت اللي قاعد. المدرب قعد معايا والله والله والله، ان هو قال لي ان انت احسن لاعب انا دربته، بيقول لي ما فيش واحد عملت معاه اللي انا عملته ده، وهو اللي قاعد وانا اللي ماشي. فانت مستقبلك. بس قبل الكلام ده برضو اعتقد انا افتكرت ان انت كان الفتره دي النادي الاهلي كان محتاجك يعني، وجالك عرض برضو كانوا عايزين فرقه في بلجيكا برضو. لا دي هتعمل تقريبا دروس في الفرنساوي ومعايشه او حاجه كده، وبعد كده انت رفضت تقريبا عشان النادي الاهلي كان عايزك حاجه كده. انا جالي من اول ما اتصعدت وانا بيجي لي عروض. من اول ما اتصعدت في الاول عشان كنت في المنتخب كنت ماشي كويس جدا، جالي نيس الفرنسي. نيس الفرنسي أوكي. كان جاي لي ومع النادي قال لي اقفل الموضوع ده، قفلته. جالي سيلتك اسكتلندا، النادي قال لي اقفل محتاجينك، قفلته. جالي نوتنجهام فورست، فرقه اسمها نوتنجهام فورست شامبيونشيب، كانوا ساعتها بيلعبوا في الدرجه الثانيه يعتبر. النادي قال لي اقفل، قفلت كل حاجه. اما جاء اندرلخت جاب مبلغ كويس للنادي أوكي. فالنادي هيستفاد، وانا عملت كل حاجه في النادي وانا هستفاد ان انا لا فلوس لا. انا رحت هناك انا قعدت 3 سنين في اوروبا ما بعملش اي حاجه، ما بتاخدش فلوس خالص، ما بتاخدش اي حاجه، انا بسط واصرف من جيبي. ياه اقسم بالله. انا 3 سنين بتوع اندرلخت اندرلخت ومسكرون، واول سنه في تركيا. رحت ضحيت، انا كنت بلعب في اندرلخت فريق كبير. رحت مسكرون قالوا لي هنقلل الراتب بتاعك. وانا اصلا ما كنتش باخد فلوس اصلا، كنت باخد فلوس قليله جدا. لو قلت لك الرقم بالنسبه لدلوقتي هتضحك، كان 100,000 دولار ولا 120,000 دولار. وبره وعندي مصاريف بيت وعندي مصاريف سفر وعندي مصاريف عربيه، هيتصرفوا في رايح جاي، هيتصرفوا والاكل اصلا عشان تنزل تاكل هناك ب 100 يورو. بلجيكا غاليه جدا، غاليه جدا. قلت لهم ماشي، هنزل الراتب بتاعي. قالوا لي احنا لسه شارينك لازم تقعد. قلت لهم انا مش هقعد احتياطي. انا بدل جيت هنا اشتريتوني انا هلعب يا مش هقعد. قالوا لي خلاص عايز تقعد عايز تمشي هتروح فرقه اخر الدوري، كان الدوري بدا، وفرقه اخر حدود بلجيكا، اخر على حدود فرنسا. عذبوك اخر والله العظيم حدود فرنسا. وبيتك هيفضل هو بيتك هيفضل هو في نفس المكان، اصل انا مش هقدر اجيب بيتين. انا بقول لك الفلوس ديت يا دوبك مش هعرف اعمل حاجه. قلت لهم موافق. استغربوا، قلت لهم موافق. فالسبورت دايركتور اللي هو المدير النادي قال لي هنشوف المستقبل هيوديك فين، بيتريق عليا والله والنعمه دي حصل، بيقول لي هنشوف المستقبل هيوديك فين. سبت الميتنج ومشيت. محمد اخويا بيقول لي عيب الراجل بيكلمك، قلت له انا طالع اشوف مستقبلي اللي هو بيقول لي عليه انا هروح فين. والله. وتلف زي ما انت تلف، وصلت الدوري الانجليزي ورفعت تليفوني عليه وقلت له شفت مستقبلي فعلا. هو قال لي ايه؟ هو المفروض بقى يقول انا غلطت، قال لي انا طلعتك من مصر، انا اللي خدتك يا راجل. والله
انا اللي امنت بيه وخد عايزين نقول بس مش هينفع يعني عارف اللي هو يعني انا يعني هو قال لي هنشوف المستقبل انت شايف نفسك انت هتروح مسكوا هم ليه كانوا بيتعاملوا مع كده يعني يا تريزي ما تعرفش هم اشتروني وهم عايزين نقعد نعم هم اشتروني وعايزين نقعد احتياط يعني وانا ما عادش عايز احتياطي عشان في بطوله افريقيا بتاعه الجابون جايه فدي اللي هتفرق معاك بقى النقله اللي انت عايزها عايز العبها فروحت فرقه صغيره ولعبت معاهم كان فاضل ماتش وننزل درجه دي السكور دي انت عملت الفرقه كانت صعبه والله كابتن اسلام بقى تشوف الظروف والله ما كانش فيه جيم اصلا بتمرن فيه والله انا كنت باخد اكلي في العربيه غدايا وفطاري هو في اوروبا في كده برضو في نوادي مش كل النوادي كويس مش كل النوادي كويس في نوادي بتاخد لعيبه اعراض عشان تبيعها وتكسب منها يعني